أغرب 10 تجارب عرفها التاريخ. لا يترك العلماء مجالا إلا ووضعوا فيه أدوات تجاربهم، وصحيح أن الهدف يكون نبيلا، لكن أحيانا تأتي الوسيلة غير آدمية وربما غريبة لدرجة الجنون. معا نستعرض أغرب 10 تجارب عرفها التاريخ. التجربة الثامنة، كلب برأسين. في عام 1954 قام فلاديمير ديميخوف بالكشف عن مسخ عمل عليه جراحيا هو عبارة عن كلب برأسين، وأكد فلاديمير أنه قام بتشكيل هذا المخلوق في معمله بضواحي موسكو عن طريق ترقيع الكتفين والساقين والرأس برقبة كلب آخر من نوع جيرمان شيبرد. وكثرت الأحاديث حول هذا الأمر في أوروبا والعالم كله، وتفخر الاتحاد السوفيتي بتفوقه الطبي على باقي الدول. استمر فلاديمير في هذه التجربة بنجاح لمدة 15 عاما، نجح خلالها في 20 عملية جراحية لإنتاج كلاب برأسين. وأوضح أن الغاية من هذه التجارب كانت التعرف على كيفية القيام بعملية زرع قلب للإنسان أو زرع رئة.